أهلا بكم من جديد في السوق. أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أنه تم تخفيض الضرائب العقارية وإنهاء جميع الشكاوى من أصحاب المنازل، وأضاف أن ضريبة الدمغة سيتم تخفيضها على معظم مشتري المنازل، أما أصحاب المنازل مرتفعة القيمة في السوق فسيدفعون أكثر. وسوف تبدأ قيمة الضريبة من 2% على المساكن التي تبدأ قيمتها من 125 ألف جنيه إلى 250 ألفا، و 5% بداية من 250 إلى 925 ألف جنيه. وسيدفع أصحاب المنازل التي تزيد قيمتها على 1.5 مليون جنيه استرليني ضريبة بمقدار 10%. ومن شأن زيادة الضرائب على الأغنياء أن تقلل من تحدي حزب العمال المعارض، والذي كان يطالب بتطبيق ما يسمى بضريبة القصر على المساكن التي تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه استرليني. وبحسب أوزبورن فإن 98% من المواطنين يدفعون أقل من المطلوب منهم، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح سيوفر 800 مليون جنيه استرليني في العام. ولتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من لندن المحلل الاقتصادي أحمد ياسين. سيد أحمد، ما سبب هذه الخطوة، خطوة فرض ضرائب عقارية على المنازل مرتفعة القيمة؟ هناك سبب مباشر يرتبط مع طبيعة عقارات لندن. كما تعلم، عقارات لندن تمثل جنة استثمارية آمنة يتجه صوبها جميع الأغنياء العالم، خاصة من الدول التي تواجه أزمات اقتصادية، فهم يتوجهون بشكل متنام على مدى السنوات الماضية باتجاه عقارات لندن لكي يستثمروا في هذه العقارات انطلاقا من يعني مستوى الاستثمار الآمن التي تعكسها مثل هذه العقارات. نعم. هذا يعني أن التوجه لحزب المحافظين من خلال الميزانية الجديدة يمكن أن يترجم، يمكن أن يفهم بطريقة أخرى، أن الحكومة تحاول أن تستخدم عقارات لندن كدخل ضريبي إضافي، خاصة وأن يعني أغلب المشترين الذين يتوجهون لعقارات لندن هم من الأجانب، من الروس، من دول منطقة اليورو انطلاقا من الأزمة الاقتصادية التي ما زالت تعاني منها. كذلك أيضا هناك عدد كبير من المستثمرين العرب. الآن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية سوف يؤدي إلى أزمات اقتصادية كبيرة جدا في الدول المصدرة للنفط، خاصة دول مثل فنزويلا. يعني أغنياء مثل هذه الدول يتوجهون إلى عقارات لندن، وبالتالي ترى الحكومة البريطانية أنها يمكن أن تحقق وتؤمن مدخل ضريبي أسوة بالأرباح الكبيرة التي يحققها أغنياء العالم عندما يأتون إلى لندن ويشترون عقاراتها. وهذا ما يفسر أن عقارات لندن التي المحصورة ما بين حوالي 2 مليون جنيه استرليني، بالتأكيد هذا هو السعر الذي تعكسه عقارات لندن، السعر الإجمالي يعني السعر الغالب في عقارات لندن. وهذا ما يفسر يعني توجه أغنياء العالم نحو شراء هذه العقارات. لكن كيف سيؤثر ذلك على مدى إقبال المشترين الراغبين في شراء العقارات، سواء منخفضة القيمة من جهة أو عالية القيمة من جهة أخرى؟ دعني أبدأ مع الأسعار المنخفضة القيمة. بالتأكيد الميزانية الجديدة سوف تشجع حركة ونشاط قطاع العقارات في بريطانيا، خاصة وأن جورج أوزبورن قد خفض الضريبة المرتبطة بشراء العقارات في للأسعار التي تمتد من 125 ألف جنيه استرليني إلى 250 ألف جنيه استرليني. يعني هذا هو السعر الذي يعكس نشاط فئة أساسية بالنسبة لقطاع العقارات في بريطانيا، وهي فئة المشترين الأوائل. هذه الفئة تمثل أهمية كبيرة جدا بالنسبة للحكومة البريطانية، انطلاقا من أهمية قطاع العقارات بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأخرى. طالما أن قطاع العقارات في بريطانيا ينشط ويسجل نشاطا متناميا في الشراء وفي البيع،
بالتأكيد هذا ينعكس على باقي القطاعات، حيث أن يعني عندما تقدم لشراء منزل في بريطانيا بالتأكيد سوف تعمل لتحسينه، سوف تعمل ل يعني شراء بضائع مختلفة لتحسين هذا المنزل، سوف تستخدم شركات أخرى تقوم بتحسين العمل. لذلك قطاع العقارات في بريطانيا يعكس أهمية اقتصادية كبيرة جدا، وهنا جورج أوزبون يشجع حركة المشترين الأوائل الذين يمثلون من أهمية كبيرة اقتصادية سوف بالتأكيد تنعكس في نشاط أكبر في قطاع العقارات. لكن في الغالب يعني طبيعة يمتد من 125 ألف جنيه استرليني إلى 250 إلى حوالي نصف مليون جنيه استرليني، هو السعر الذي يمثل أغلبية البريطانيين. وهنا عندما قال جورج أوزبون أن الميزانية الجديدة سوف يستفيد منها ما يقارب 98% من البريطانيين، هو محق عندما يقول ذلك. نعم، لكن طبيعة الشراء في لندن غالبا يعني تكون عن طريق الدفع الآجل أو الدفع بالتقسيط على سنوات طويلة. من الذي سيدفع، من الذي ستجب عليه دفع الضريبة، المنتهي تماما من سعر العقار أم الذي يدفع هذه الأقساط على مدار كل السنوات؟ لا بالتأكيد المشتري هو الذي سوف يدفع الضريبة. عندما تتم عملية الشراء بالتأكيد سوف تفرض ضريبة العقار التي تدفع للحكومة، وهنا تأتي أهمية يعني الاختلاف في حجم ضريبة العقار حسب سعر العقار. لذلك ركز جورج أوزبون على أن أسعار العقارات التي تمتد لحوالي نصف مليون جنيه استرليني لكي تكون منخفضة حتى يضمن ويؤمن حركة ونشاط قطاع العقارات بشكل سلس وبشكل كبير، انطلاقا من أهمية هذا القطاع بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأخرى. أشكرك شكرا جزيلا السيد أحمد ياسين المحلل الاقتصادي متحدثا إلينا من العاصمة البريطانية لندن. وقع مشروع خط أنابيب الغاز الروسي ساوث ستريم ضحية لهبوط أسعار الطاقة وانخفاض الطلب الأوروبي والصراع السياسي بين الاتحاد الأوروبي وموسكو حول الأزمة في أوكرانيا، مما أدى إلى إلغاء المشروع والذي كان سيعود بفوائد كبيرة على دول جنوب شرق أوروبا، الأمر الذي يسبب أزمة حقيقية لتلك الدول والتي يلزم عليها إيجاد مصادر بديلة لإمدادات الغاز. إنها الوصلة الملحومة الأولى لشريان الطاقة من روسيا إلى أوروبا، كان هذا قبل عامين فقط، وخلال هذين العامين ازدادت الفجوة اتساعا بين روسيا وأوروبا، وعلى ما يبدو تم وقف مشروع خط أنابيب ساوث ستريم الذي كان سيتكلف 40 مليار دولار. ويعتبر انخفاض الطلب الأوروبي وتراجع أسعار الطاقة عاملين أساسيين في قرار روسيا بإلغاء المشروع. ويحتدم الصراع بين موسكو وبروكسل بشأن أوكرانيا، وتشير وزارة الخارجية الروسية بأصابع الاتهام إلى أوروبا بسبب حجب موافقتها على المشروع. سوف نجد طرقا أخرى لتحقيق خططنا فيما يتعلق بتوريد الغاز إلى مناطق أخرى، وتبعات الأمر سيتحملها من وأدى المشروع. وكان من المفترض أن يعبر خط الأنابيب البحر الأسود إلى جنوب أوروبا عبر بلغاريا، وفي نهاية المطاف يورد ما يزيد على 10% من احتياجات الغاز في أوروبا، وكان المشروع سيوفر فرصا للعمل وأموالا وإمدادات وقود إضافية لبلغاريا والمجر وصربيا. وتركيا هي الآن الطريق البديل المفضل لخط الأنابيب، وسوف تحصل على الغاز بأسعار مخفضة على سبيل المكافأة، وربما يكون انتصارا قصير الأمد بالنسبة لروسيا أيضا، وقد تخفف الخطة الجديدة من الضغط على التمويل وتسهل التدفقات النقدية لشركة الغاز الروسية غاز بروم. أظهرت بيانات الربع الثالث في أستراليا تراجعا للنمو أكبر من المتوقع في ظل سعي البلاد إلى تقليل اعتمادها على الصادرات السلعية، خاصة بعد تهاوي الأسعار عالميا. وسببت الأرقام الأخيرة حالة من الإحباط في أعقاب فترة سابقة شهدت ازدهارا في عوائد السلع التصديرية، إذ لم تتعد نسب النمو سوى نصف المعدلات التي كانت تستهدفها الحكومة. وقد عانت استراليا الغنية بالموارد الطبيعية جراء تراجع الأسعار لربعين متتاليين هذا العام بسبب ضعف الطلب، ما وجه ضربة موجعة للاقتصاد خاصة الأجور وفرص التوظيف. كان الدولار الاسترالي استفاد من انخفاضه أمام الدولار الأمريكي على مدى 4 سنوات، إلا أن التوقعات الآن تشير إلى إمكانية خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق توازن يمكن البلاد من انطلاقة قوية في بداية العام المقبل.
كشف متجر أوركارد للأجهزة ومعدات الكمبيوتر بالولايات المتحدة عن عاملين جدد لديه. العاملون ليسوا من المواطنين الأمريكان ولا غيرهم، لكنهم أربعة من الروبوتات التي تستطيع السير وتدل رواد المتجر على مكان السلعة التي يريدونها بمجرد إدخال اسمها على شاشة الجهاز. في أحد متاجر المعدات بالولايات المتحدة تم اختبار أربعة روبوتات جديدة صممت لمساعدة المستهلكين وإرشادهم على مكان المنتج الذي يريدون. ويبدو شكل الروبوت الذي أطلق عليه اسم أوشبوت كالأعمدة البيضاء، ويحتوي على شاشتين كبيرتين من كلا الجانبين، كما يحتوي على عجلتين تمكنه من السير في جميع أنحاء المحل. والأجهزة مزودة بكاميرا ثلاثية الأبعاد تمكنها من مسح وتحديد أماكن البضائع، وتستطيع الأجهزة التحدث بالإنجليزية والإسبانية، وما على المستهلك إلا أن يكتب على شاشة اسم المنتج ثم يتبع الجهاز حتى يصل إلى مكانه بسهولة. ولم يتم الكشف عن تكلفة الجهاز الذي أنتجته شركة لويز، إحدى شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، والتي تقول إنها تعمل على تطويره لخدمة العملاء. أوشبوت روبوت مستقل. أعتقد أن الشيء اللافت هو أنه يستطيع أن يساعد الناس ليجدوا أي شيء بسهولة داخل المحل. ويحتوي الروبوت على قاعدة بيانات لما يحتويه المتجر من بضائع يمكن للمستهلك الاطلاع عليها. ربما كان الحديث عن هذا الروبوت قبل 5 سنوات ضربا من الجنون. الآن نحن في لحظة نعتقد أنها نقطة انطلاق لتفعيل الروبوتات لخدمة المستهلكين. وعقب الكشف عن الجهاز ارتفعت أسهم لويز من 34 سنتا للسهم إلى 56 سنتا، بما نسبته 11% عن العام الماضي. روبوت يساعدك في التقاط الأشياء من على الرف، منتهى الرفاهية. نعم. مشاهدينا الكرام، نهاية جولتنا في السوق، وإليكم العناوين. الشفافية الدولية تضع 4 دول عربية بين أكثر 10 دول فسادا في العالم لعام 2014. بريطانيا تخفض الضرائب العقارية على معظم مشتري المنازل وتزيدها على أصحاب المنازل مرتفعة القيمة في السوق. لوفتهانزا تلغي نصف رحلاتها الطويلة مع بدء طياريها إضرابهم الثاني هذا الأسبوع.